FM. الكلمة ليك. هو الحق أنا ما كنتش نحب لا ننقد ولا ننتقد سلباجي قايد السبسي. بالعكس احنا كي نجي الجهة قفصة أو غير قفصة تونس كيف كيف. الإشكال وين؟ أنه رئيس الجمهورية هذه أول زيارة باش يزورها خارج تونس العاصمة. تقريبا هذه أول زيارة. ثانية تزامنت مع الذكرى السادسة للثورة. والتزامن هذا كان ثم احتجاجات في الولايات المجاورة سيدي بوزيد في بن قردان في القصرين واحتقان متنامي في قفصة المدينة. وقت اللي جاء سيد الرئيس أولا قبل كل شيء أنا عضو في مجلس نواب الشعب كيف كيف الستة الأخرين. ما تمش علامي راهو إلا متأخرا. وأنا وقت اللي علموا قلت لهم نحب نعرف نعطوا راينا في النقاط اللي باش يزورها والقرارات. بالنسبة للنقاط لا قالوا هذيك حاجة تخصه. وش معناها تخصه؟ باهي تخصه. سيدي أنا من نهار الاثنين أسبوع كامل سي حافظ قايد سبسي وهو في مدينة قفصة. أسبوع كامل يحضر في زيارة. لا والي لا معتمد دول لا معتمدين لا أمن. الناس كل مضروبة على الحيط. هو يحضر في كل صغيرة وكبيرة. أنا بالنسبة لي واحدة من معضلات تونس هو التداخل اللي كان قايم بين الحزب والدولة في حين أنه توا ويب ولا بين ابن الرئيس والدولة. ثالثا القرارات. أنا حبيت نعرف قرارات قالوا لي مفاجأة. يود يتكلموا قولوا لنا شنو القرار محقنا مش نعرفوا القرار. لا قال لك مفاجأة. مفاجأة أنا لحد علمي كعبة حلوة يبيعوها في المجازات تنجم تكون باهية تنجم تكون خايبة. على كل حال أجبرنا على المقاطعة نتاع الزيارة كل فعاليات من الأول إلى الآخر. والحقيقة السيد الباجي قايد سبسي هنعودها مرة أخرى لم يزر قفصة. حلق في أجوائها. الكلمة ليك.